ايه ده؟ إيه انتوا مش عارفين؟ احنا مخبين عليكم. وانا بكلمكم بمنتهى الصراحة، وانا بقول لو ما حطيتوش ايديكم في ايدين بعض كلكم يا مصريين، وتفهمتوا حجم التحديات اللي موجودة في البلد ديت وجريتوا عليها، هتقول الله يا عم انت النهارده في مشاريع جميلة بتفتتحها، بتنكد علينا ليه؟ طب والله العظيم ثلاثة على عيني يعني، والله صحيح. السلام عليكم. مستجدات هامة حول مسألة الدعم في مصر، ايه اللي هيحصل خلال الفترة القادمة ونحن امام تطورات مهمة جدا؟ الحقيقة حضرات، هنبدأ مع حضراتكم باللي هيحصل في 1/7. وزير التموين الدكتور علي صلحي اعلن عن الخبر التالي، انه جاري تنقية الاسماء اللي بتحصل على دعم الخبز. هذه الاسماء بيبلغ عددها 71 مليون مواطن بيحصلوا على دعم الخبز في مصر، ولكن بيرى الدكتور علي صلحي انه كتير من هذه الاسماء هي اسماء غير مستحقة للحصول على دعم الخبز بسعره الحالي اللي هو 20 قرش. يعني بعد ما اصبح رغيف الخبز من 5 قروش ل 20 قرش، يرى الدكتور علي صلحي ان هناك فئات من ال 71 مليون مواطن مش بيستحقوا الحصول على رغيف الخبز ب 20 قرش. طيب هيحصلوا عليه بقد ايه؟ بيقول دكتور علي صلحي انه جاري العمل على مشروع لحصول هؤلاء المواطنين على رغيف الخبز من سعر جنيه وربع، يعني بالسعر الحر للرغيف، وانه فقط المستحق من ال 71 مليون مواطن 10-15%، يعني مثلا ممكن تقول 10-15 مليون مواطن اللي في مصر هم المستحقين للحصول على الخبز ب 20 قرش للرغيف، والباقي يحصل عليه بالسعر الحر لرغيف الخبز. ده رقم واحد. رقم اتنين، لن يضاف اي اسم لبطاقات المواليد، سواء في دعم الخبز او الدعم السلعي اللي هي السلع التموينية. مفيش حد هيتضاف جديد خلال الفترات القادمة، وكالعادة كما حدث سابقا يمكن من سنة 2006 وصاعد حتى الآن، مفيش أسماء كتير اتضافت لبطاقات التموين للحصول على دعم الخبز ودعم السلع التموينية، وده أيضا مش هيحصل خلال الفترة القادمة ما عدا الفئات التالية. مين الفئات اللي هتحصل على بطاقات تموينية إذا حدث إن كان فيها مواليد؟ بنتحدث عن الفئات اللي بتحصل على معاش ضمان اجتماعي ومعاش تكافل وكرامة، بنتحدث عن أولاد الشهداء، بنتحدث عن الأرامل، بنتحدث عن المرأة المعيلة، وبنتحدث عن الأسر اللي بتكفل الأطفال. وطبعا ده تشجيع للتوجه نحو التكافل الاجتماعي من الأسر لكفالة الطفل اليتيم. ده كلام الوزير، دول فقط اللي هيحصلوا مني إذا لهم أطفال صغار هيتضافوا لبطاقات التموين، فدول اللي هيحصلوا فقط على الدعم التموين. إيه كمان يا حضرات؟ You need to know about that. يعني إيه كمان محتاج تعرفه؟ محتاج تعرف كمان ان وزير التموين بصدد انه يخلي سعر كيس السكر اللي هو في بطاقة التموين ب 12 جنيه ونص سعره، هيخليه ب 18 جنيه سعر كيس السكر، وده طبعا هيفرق تقريبا رفع السعر بنسبة 50% من قيمة كيس السكر. طيب ايه السبب سيادة الوزير؟ قال لك هو في السوق الحر ب 35، والمذيعة ردت عليه لا ب 37، قال لها طيب هو سعره غالي في السوق الحر، وبناء عليه هذا السعر غير عادل وبيمثل عبء كبير، خاصة ان احنا عندنا مشكلة كبيرة في السكر. ايه مشكلة السكر؟ ان احنا عندنا للأسف عدم اكتفاء ذاتي في انتاج السكر في مصر بفجوة. يعني كان الاول عدم اكتفاء ذاتي بنسبة 10% فقط، كنا بننتج 90%، ويحصل عندنا عدم اكتفاء ذاتي في 100,000 طن، في 150,000 طن، اخر رقم كان 300,000 طن. النهاردة حضرات بقى عندنا فجوة في الاستهلاك او فجوة في الانتاج بمقدار 750,000 طن سكر. بننتج كام؟ بننتج 2.6 مليون طن من السكر، منهم القصب 650,000 طن. بنستهلك ما يتخطى التلاتة، احيانا متوقع ان الرقم يوصل 3.6 مليون طن استهلاك، وبذلك ممكن الفجوة تصل لمليون طن هتحتاج ان انت تستوردها. فدي معادلة بتعمل فرق كبير جدا وبتعمل فجوة كبيرة في انه هناك فارق كبير هتستورده بالدولار لسد هذه الفجوة.
للفجوة زادت لأنه في مصانع قفلت بسبب أزمات تعرضت لها هذه المصانع. طيب والحل؟ الحل بحسب كلام الوزير هو زيادة غلة الفدان. إنتاجية الفدان من السكر، من قصب السكر، من منجر السكر لازم تزيد، وإنه طبعا هناك أفدنا بتجيب 30 طن في الفدان، فالكلام ده ما ينفعش بالنسبة لنا وبالنسبة لدولة عندها ضيوف كتير جدا ما شاء الله. فالمهم إن هو طالب إنه الفدان في تطور زراعي يجيب 60 طن عشان نقدر نلبي احتياجات السوق المحلية من استهلاك السكر في مصر. فطبعا احنا بنعكس لحضراتكم حجم الأزمة اللي هي موجودة حاليا وحجم الأعباء اللي موجودة حاليا وتوصيف الوضع بمنتهى البساطة. انا ما بعدلكش الأمور ولكن انا بقولك الموضوع بمنتهى البساطة. طيب وزير التموين بيفاجئ المصريين ايضا بخبر مهم انه الدعم زاد في الموازنة الجديدة مش قل. طبعا الخبر ده الناس هتستغرب ازاي الدعم يزيد ما يقلش. قالك وزير التموين اذا رفعت السعر 75% فهو زاد عليا بنسبة 100%، وبدأ يسرد ارقام ويتحدث عن ارقام مهمة جدا نعرضها لحضراتكم. على سبيل المثال دعم الخبز، دعم الخبز مثلا من سنة 2020-2021 في العام المالي ده كان بيتكلم في 42.5 مليار جنيه، فضل يطلع 21-22 العام المالي بقى 44.8 مليار جنيه، في العام المالي 22-23 بقى 48.9 مليار جنيه، فملاحظ ان السلم بيطلع. في العام المالي 23-24 بقى 83.6 مليار جنيه، في العام المالي 24-25 وبعد رفع رغيف الخبز 20 قرش يعني تم مضاعفته 3 مرات عن سعره، فانه اصبح 90.7 مليار جنيه قيمة دعم الخبز. يعني بيقولك انا وفرت على نفسي برفعة السعر دي 13.7 مليار جنيه، يعني كان المجموع هيصل ل 105-104-103 مليار جنيه. انت كمواطن شلت 14% وانا كحكومة شلت 86%، وبالتالي السعر زاد عليا اكتر منك كمواطن. بنتكلم على الموازنة مثلا، موازنة الدولة اللي فيها بند خطير جدا وهو بند سداد الديون. تخيل حضرتك موازنة الدولة الجديدة اللي هي بتتكلم في 24-25 بتتكلم في 5.5 تريليون جنيه، دي الموازنة الخاصة بالدولة. الموازنة دي لها قيود بحسب صندوق النقد وبحسب البنك الدولي، قيود على النفقات العامة اللي هي استثمارات القطاع الحكومي والعام انها 1 مليار جنيه وتقف عند كده، قيود على الدين وعلى خدمة الدين انها ما تزيدش عن رقم معين. فمثلا الموازنة دي فيها نسبة الدين او سداد الديون بتصل نسبته ل 62% من الموازنة العامة للدولة الجديدة، رقم كبير جدا جدا. اما بخصوص ما يتعلق بالدعم، الدعم كله خبز سلعي كل ده بنزين كهرباء كل ده بتكلم في 11.5%، لكن الديون بتكلم 62 بالظبط 62%. عندك الاجور بتتكلم في 10% 10.4% بمقدار 575 مليار جنيه. الدعم 11.5% مقدار 636 مليار جنيه، وبزياده كان العام الماضي 524 مليار جنيه، فهنا الزياده عن العام الماضي برضو. الانفاق العام بتكلم في 889 مليار جنيه بمقدار 16%، وده طلبات صندوق النقد الدولي. فده طبعا من ارقام بند الموازنة. الدعم السلعي في الموازنة الجديدة بتكلم في العام المالي 24-25 297 مليار جنيه، من اجمالي الدعم كله اللي قلت لك عليه 636 مليار جنيه، اللي بيشمل بقى كل انواع الدعم في مصر. دي ارقام بسيطة حبيت اعرضها لحضراتكم بخصوص ما يتعلق بالمنظومة وبالخبز. الخبز طبعا عندنا بنحتاج فيه للخبز بتاع التموين حوالي 8 مليون طن او 8.5 مليون طن، بينتج منهم من القمح المحلي 3.5 مليون طن، وبنستورد من القمح الخارجي 5 مليون طن. سعر ارداب القمح 2000 جنيه، فالطن بتكلم في 13,600 جنيه لما الدولة بتشتريه من الفلاح، بيقف على الدولة بالسعر ده. وطبعا كان السنة اللي فاتت سعره 1600 حاجة زي كده، فبقول لك احنا رفعنا ايضا سعر ارداب القمح من الفلاح. اما بخصوص ارداب القمح او طن القمح عالمي فبتكلم في 277 دولار، وفي حوالي 13,400 جنيه مقابل السعر او مقابل الجنيه المصري. دي كانت معلومات بسيطة حابين اشرح لحضراتكم بتفاصيل بسيطة جدا. ان شاء الله بنشكر حضراتكم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.